دقيقة. الدوخي. الدوخي مرر. لين أمام الواحد من الدوخي داخل منطقة الجزاء تنقل وتكمل وتمشي مرة ثانية وهدف أول للمنتخب السعودي. طلال المشعل. طلال المشعل. تمررت وتابعها. شوف اللعبة لأول مرة وكملها المشعل. هذه الإعادة التمرير داخل منطقة الجزاء. شوف وفي كل الأحوال هي قد تخطت خط المرمى. تخطت خط المرمى. شوف الإعادة وفي لعبها. شوف تخطت خط المرمى بالضبط داخل خط المرمى. توزيع كل مجموعة يعني ستكون لك فرق من فئة ألف وباء وجيم ودال وهاء. كرة منقولة نحو اليسار ومن المتوقع أن تكون المنتخب السعودي والإيراني على رأس المجموعتين. كرة ملعوبة ناحية اليسار. كرة داخل منطقة ذات النقيل ومحاولة بالرأس وهدف الثاني. طلال المشعل الهدف الثاني. طلال المشعل هدف ثاني. لا يستطيع وان عمل اي شيء. شوف لمسه واحده وطلال في الارض. هيد لما لعب الكره وكملها طلال. هدفين لمنتخبنا الوطني. لا شيء لمنتخب فيتنام. وكره ملعوبه جميله ناحيه اليسار. ملعوبه ناحيه اليسار الى توان. قوات اللعب لكن يلا شلهوب. شلهوب يمرر لمرزوق ومرزوق داخل منطقة الجزاء ومحاولة وتنعكس وتكمل وهدف ثالث. هدف ثالث طلال مشعل. هدف ثالث طلال المشعل. ركلة مرمى. ركنية بدون ركلة ركنية لمنتخبنا. طبعا بعد أربع أيام إن شاء الله بعد أربع أو خمس أربع أيام راح نشوف بعد شوية راح أتكلم لك شنو بعد أربع أيام. كرة ملعوبة داخل منطقة ذات النقل وتكمل والهدف الرابع لمنتخبنا الوطني. بدري يسجل الهدف الرابع. Thank you.